هذا البرنامج برعاية شيلفي باور. اهلا وسهلا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو. موجودين اليوم في امريكا في لوس انجلوس بالضبط، وين باش نجربوا كهرباء امريكانيه ما نادره برشا. ماهيش كورفيت، ماهيش موستانغ، هي بولاريس تبع الكونستركتور امريكان معروف باللي كواد ولي جيت سكي. اليوم خرج موديل ما بين الكهرباء والموتور، اما عندها ان فولون وثلاثه عجل يا كهو. باش نجربوها اليوم نهار كامل اما قبل هذا الكل. في اوتو برو جمعه هذه باش تكتشفوا لو سيركوي دو ديستريبيسيون اي دو كونترول كاليتي دي كاربوران مع فيفو انرجي، وباش نقدموا لكم لا نوفيل سيتروين سي 3 اير كروس. باش تشوفوا لا مرسيدس بروجيكت 1 تاع نيكو روزبرغ، والهوني تراكتر هبط لو شامبيون دو دريفت كين بلوك. في لوكازيون اوتو برو اختارنا لكم اون بيجو 308، وكالعاده ما تفلتوش لسي مع صدر اسكندر اللي جرب سلينك شوت بولاريس في لوس انجلوس. Vivo Énergie Tunisie, الشركه اللي توزع لي برودوي شيل في تونس، نظمت اون فيزيت غيدي في ديبو بترولي في رادس. حبينا نشوفوا لو سيركوي كيفاش نقبلوا لي كاربورون، كيفاش تقع لاديتيفاسيون. كما تشوفوا راهي لي باك داديتيفاسيون، لي اديتيف جدد في باور شيل فيول سيف سولون لا جينيراسيون اخر جينيراسيون داينافليكس كون ا لونسي يا كلك موا تو دوبوي لو 1er جويي. سي لا دينيير جينيراسيون اللي تخلقت في شيل في العالم. تونس اي لو برومي، احنا في تونس اوني لي برومي على فوار لونسي اون افريك. سي لو ميم برودوي كي est utilisé par l'équipe l'écurie Ferrari dans la Formule 1. Chauffe Z, le système d'emplissage et des camions entièrement automatisé. Le système est entièrement fermé, donc l'emplissage est ramené le bas du camion sans intervention et sans exposition additionnelle. Mais le radem est un peu debout. في الجولة هذه خدينا فكرة على البروسيسوس دو ديستريبيسيون اي دو كونترول كاليتي ملي يوصل الكاربورون بار بايبلاين من طرف سوتخابيل ولا بالباتو. أول مرحلة هي لا ريسبسيون دي كاربورون، وين تصير أول عملية كونترول كاليتي وفقا للمواصفات العالمية. المرحلة الثانية هي لوبيراسيون دو شارجمون دي كاميون سيترن، وين تصير لاديتيفاسيون دو كاربورون. المرحلة الأخيرة هي لوبيراسيون دو ليفريزون فير لي ستاسيون شيل. On fait les contrôles de qualité, on bat les produits et on les retrouve dans les réservoirs de stockage, le haut produit de base. Kif en parallèle, parallèlement, ils ont déjà une femme pour produire les additifs, ils ont une retrouve dans des citernes où les deux produits ils en parallèle les postes de chargement. Le système il est purement automatique, donc le chauffeur il fait les contrôles nécessaires à quel moment, bat les postes de chargement, il met le numéro de compartiment de Monsieur Abbi, il branche les bras, le système il fait tout automatiquement. Pour les additifs, l'injection تاعهم تصير بيرمون اوتوماتيك، معناتها توتي اون ليني، هنا اوكين انترفونسيون على البرودوي. بعد ما شفنا لو سيركوي دي كاربورون من ديبو بترولي لستاسيون شيل، اكتشفنا لا ستاسيون بيلوت شيل الطيران المتكونه من فضاءات مختلفه، ان كوفي شوب، كوسميتو اكسبريس، ان اسباس انتروتيان سيتروين، وان شوب ويلكم. عملية الكونترول كاليتي تتواصل في الستاسيون شيل من طرف لو سبيسياليست مونديال دو لانسبكسيون دو كونترول دو لاناليز اي لا سيرتيفيكاسيون اس جي اس. احنا توا قدام لابوراتوار موبيل اس جي اس، كل يوم تصير هوني عملية الكونترول دو كاليتي. شو مال ليزيتاب نتاع العملية هذه؟ دونك احنا ديما نعملوا لي فيزيت للستاسيون شيل على امبروفيست، دونك شوفوا الحالة نتاع الستاسيون كيما يشوفها اي كليون يدخل للستاسيون. هوني اون في لي زاناليز، اول حاجه ناخذو لي زيشانتيون تاعنا، اون في كلكو زاناليز هوني سور لو شون بالوقت اللي هما التيست دو دونسيتي اي لابارونس، نشوفو الكولور نتاعو والكاليتي نتاعو بالوقت. ومن بعد فما لي زوتر اناليز بلو بوسي نعملوهم في لابوراتوار فيكس نتاعنا، نهزو لي زيشانتيون نبعثوهم. عندنا بلاتفورم كامله اون ليني توصل لي ريزولتا بالوقت للكليون
tout ce qui est كل واحد عنده اللوغين ومود باس للاكسيس للابليكاسيون. Le processus de distribution et de contrôle qualité des carburants Shell متابق المواصفات العالمية وتم حسب تكنولوجي avant-gardiste تضمن أكثر efficacité وتنقص من les risques de sécurité les opérateurs sur place. Nico Rosberg, le pilote allemand ou champion du monde de Formule 1 en 2006, اختار باش يشري المرسيدس بروجيكت 1 باش نشوفوه في ميونيك حاير اني كولور يختار، اما في الاخر قرر باش ياخذ لو غري فونسي، اون كولور توندونس. البروجيكت 1 باش يتصنعوا منها كان 275 اكزومبلير، فيها موتور في 6 1 لتر 6 توربو و 4 بلوك الكتريك، مع بعضهم يعطيو بويسونس 1000 زايله. سوم المرسيدس بروجيكت 1 أكثر من 8 مليارات. نمشيو للليل دومان وين باش تكتشفوا لا نوفيل فيرسيون متاع الفورد موستانغ بوليت، اون فيرسيون بلو ديسكريت، ما عادش نلقاو فيها دي زيلرون سور ديمونسيوني و لي مولور كرومي. تحت الكابو نلقاو ان موتور في 8 5 لتر قوتو 480 زيلة، يعني 20 زيلة أكثر من الموديل القديم. في الفيديو هذه باش نشوفوا كيفين كوستنر باش يورينا لي موديفيكاسيون اللي عملهم في كرهبتو تويوتا توندرا بلاتينيوم. دي بار شوك اون اسيي على لافون اي على لاريير، دي تروي على لافون، دي بار ديكليراج على ليد، اون غالري دو توا جديده، ان بورت باجاج جديد و دي جونت دو 18 بوص. في اخبار الجيمنج باش تكتشفوا لو سيركوي بارسلونا كاتالونيا اللي قدمته سوني في الميزة جور غراتويت متاع الجراند توريزمو سبور سور بلاي ستيشن 4. في الميزة جور هذه تزادوا 9 موديل جدد كيف المازيراتي جراند توريزمو اس، جاكوار اي تايب كوبي والباجاني زوندا ار. كين بلوك لو شامبيون دو موند دو دريفت يقدم لنا جوي جديد متاعو ذا هوني تراك. Une voiture de course de 900 chevaux à traction intégrale développée par la compagnie Toyo Tires. وتوا نمشيو لتركيا وين باش نشوفو اون كورس غير عادية ما بين اون موتو كاوازاكي H2R، ان افيون دو شاس F16، اون تسلا P10DL، تشالنجر 605، لوتوس ايفورا 430 GT، استون مارتين فونتيج و ريد بول ريسينغ فورمولا. دار السيتروين قدمت لو C3 Air Cross، ان SUV كومباكت وعندو لوك مودرن اي يونيك. بالمناسبة هذه سيتروين تونيزي نظمت اون كونفيرونس في بشيرة ارت سنتر بحضور دي انفيتي دي جورناليست دي كليون بوتونسييل ودي بلوغور ودي سبورتيف توينسا. نوفيل C3 Air Cross se présente aujourd'hui aux clients avec bien évidemment un niveau de confort et d'habitacle assez élevé, très avancé. Aujourd'hui, c'est une offre qui comporte 90 combinaisons à l'extérieur et 4 ambiances à l'intérieur. Donc le client a l'abandon du choix de customiser et de faire un véhicule spécial, unique à son genre et à sa demande. Le C3 Air Cross يتميز بديزاين اوريجينال، لو كليون ينجم يختار بين 90 كومبينيزون من برا و 5 امبيونس من داخل. Le C3 Air Cross à la pointe de la technologie، فيه دي فونكسيوناليتي يوفرو سيكوريتي و كونفور للسائق. نلقاو اون جام كومبليت ديد على كوندويت، اكسي اي ديماراج مان ليبر، افيشاج تيت اوت كولور، بارك اسيست، تابليت تاكتيل دو 7 بوص. On a causé la recharge sans fil pour smartphone. Le C3 Air Cross a sa SUV fait segment PH mais l'espace aux jambes et au-dessus des têtes. Le coffre est كبير يرفع 410 litres. C'est un véhicule qui vient avec un moteur de 110 chevaux PureTech avec 3 finitions à savoir Live, Shine et Feel. Donc le SUV compact C3 Air Cross présente tous les atouts aux clients tunisiens, que ce soit au niveau
de la finition, de l'habitacle, du confort, de la motorisation, des technologies aussi. Nous avons 12 technologies à l'intérieur de ces véhicules qui sont mises à la disposition du conducteur pour rendre sa conduite la plus facile, la plus écologique et la plus sportive possible. Le nouveau SUV compact C3 Aircross نلقاو عند أوريس تونيزي بسوم يبدأ من 75 مليون و 200 دينار. في نهار 19 نوفمبر وبمناسبة اليوم العالمي حول النهوض باستعمال العربات الكهربائية في تونس تم تقديم أول كهرباء أو الحافلة 100% إلكتريك للمصنع الصيني BYD. وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني أكد على أهمية إدخال الكهرباء الكهربائية في السوق التونسية. هذه مبادرة من طرف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الـNMU اللي هي تعرفوا تلعب دور كبير في الانتقال الطاقي. احنا اليوم في فترة نتاع انتقال طاقي بامتياز. موضوع الطاقة والطاقات المتجددة عنده أهمية قصوى وأولوية على مستوى الفريق الحكومي بصفة عامة. عندنا جروب البدر اللي هو يمثل العلامة هذه. الأهمية بالنسبة لي نحن زاد كوزارة الصناعة أنه من هون العام الجاي فما مشروع صناعي دونك مع شراكة بين جروب البدر وبي واي دي باش أقل حاجة يبدأوا يركبوا دونك الحافلات ولملات السيارات ولملات التصنيع. دونك احنا اليوم عندنا قطاع نتاع مكونات السيارات مهم متقدم برشا دونك نحبوا احنا انتوداتيكاسيون مهم دونك نشجعوا كل علامات كل ما هو مشروع صناعي من نجمو نشجعوه. الحافلة الكهربائية فيها 28 كرسي وترفع 90 شخص. البطارية تتشارجها في 5 ساعات وتمكنها باش تمشي 250 كيلومتر. المشروع اللي قاعدين نحضروا فيه يخص 70 ألف كهرب على مستوى سبع سنوات واللي يشمل سيارات الدولة وسيارات الخواص وكذلك التاكسيات. باش نحاولوا نشجعوا التاكسيات باش يقتنيوا السيارات الكهربائية هذية. وبطبيعة الحال باش يكون إن شاء الله فما دعم استثنائي باش يكون فما شبكة كبيرة بتاع تزويد السيارات هذه بالكهرباء في المناطق الكل. الحافلة الكهربائية باش يتم اختبارها لمدة 6 أشهر قبل ما يتم إدراجها مع وسائل النقل، والفواتور اوتيليتير باش يتم اختبارها من قبل البريد التونسي، وهذا في إطار اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وجروب البدر اللي تم توقيعها في 13 جويلية 2018. C'est un gain en termes de réduction du déficit énergétique, réduction de la pollution, donc par la réduction des émissions du CO2 et enfin donc un gain pour le budget santé de l'État qu'elle dépense due à la pollution et pour les utilisateurs que ce soit étatique ou privé, c'est un gain dans le cycle d'exploitation qui peut aller jusqu'à 80%. اعتماد السيارات والحافلات الكهربائية في تونس مهم في وقتنا، خاصة وأنه أغلبية لي كونستركتور أوتوموبيل ولاو يصنعوا كهرباء هيبريد وإلكتريك، ومنهم حتى اللي تخلى نهائياً على لي موتور ديزل كيف بورش، والهدف هو الحفاظ على البيئة والموارد الطاقية.